الألغام يعني محرمة دولياً، أثرت على الإنسان والحيوان والأرض والحرث والنسل وعلى كل شيء. الألغام يعني لا يستعملها حتى المجرمين في الحرب والمشاكل هذه. الألغام أثرت على المياه وعلى البنية التحتية، وأثرت حتى على المستثمرين والداعمين. الآن كنا في مشروع الطويلة نريد حفر آبار تتعرقل وتتأثر، عدم تجاوب بعض الجهات يقول لك ربما مزروعة ألغام، يعني المخا زرعت إلى الرمة، تأثر كم أطفال كم حيوانات كم نساء، يعني تفجرت لهم ألغام. الألغام أثرت على شارع المياه معظمها، لأنه لا يستطيع الإنسان تشغيل ومد المياه للقرى والمدينية إلا بعد المسح الميداني ومعرفة هل الطرقات آمنة، لأنه لأن مزروعة تحت الأرض لا يستطيع الإنسان أن يكتشفها. الشكر لمشروع مسام يعني جزيلا، يعني ساعد مديرية المخا واليمن بشكل كامل، جميع المحافظات المحررة يعني يعني تسهيل كثير جدا، يعني بمسح و يعني اخراج الالغام بالعشرات الالاف كما نشاهدها في التلفاز جميع المحافظات.